فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوش تالتة ثانوي ازيك يا باشمهندسين عامليني؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هناخد الحصة الرابعة من كورس التأسيس، وهتكون الحصة الاخيرة في الجبر ان شاء الله. هنبتدي من اول الحصة الجاية هندسة. حصتنا النهاردة محتواها ازاي ترسم الدوال بيانيا وتطلع مجالها ومداها وطردها. تاني حاجة ازاي بتطلع اشارة الدالة بياني وجبري. اخر حاجة هيكون اللوغاريتمات وخصائصها. قبل اي حاجة نسمي الله. بسم الله، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الصعب اذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا يا باشمهندسين جميع انواع الدوال، وخدنا اول دالة الدالة الثابتة، وعرفنا ان دالة سين بتساوي عدد، والعدد ده بيبقى اي عدد حقيقي، اي رقم، موجب، سالب، صفر، اي حاجة. فانا لو جيت قلت الواحد ايه دالة سين يا باشمهندس بتساوي 5، قال لي يا استاذ انا فاكر يعني ايه دالة سين. دالة سين دي يعني صاد، يعني كأن حضرتك بتقول لي صاد تساوي 5. قمت رايح على الشبكة عند الخمسة وراسم خط بيوازي محور السينات. يبقى الدالة الثابتة بتمثل بيانيا بمستقيم بيوازي محور السينات. ليه يا استاذ؟ لانك تعالى كده شيل السين وحط واحد، مفيش سين هتفضل 5، يعني عند الواحد بخمسة، عند الاثنين بخمسة، عند التلاتة بخمسة، عند الاربعة بخمسة، وهكذا. الدالة مجالها يا باشمهندسين ح، المجال بتاعها كل الاعداد الحقيقية، المدى بتاعها الرقم اللي انت قلت عليه، يعني دالة سين بتساوي عدد الرقم ده، يعني المسألة دي مجالها ايه؟ ح. مداها ايه؟ الرقم اللي انت قلت عليه. طب اطرادها ايه؟ الاطراد يا شباب نفتكر مع بعض، الاطراد اللي هو تزايد ولا تناقص ولا ثبوت. دي ثابتة يا استاذ، دي ثابتة. ليه؟ عشان بتوازي محور السين. وطبعا لو دالة سين بتساوي صفر، يعني الصاد بصفر، هتروح تحط الصفر وترسم خط بيوازي السينات، هتلاقيه محور سين. لو دالة سين بتساوي عدد بالسالب، هتنزل عند العدد بالسالب، هتلاقيه بيوازي محور السين برضه. يبقى الدالة الثابتة دالة تمثل بيانيا بمستقيم يوازي محور السينات، وبيقطع محور الصادات عند القيمة اللي انت قلت عليها. تاني حاجة مجالها ح، مداها القيمة اللي انت قلت عليها الرقم في مجموعة، الاطراد ثابتة على ح. بعد كده يا باشمهندس كان عندنا الدالة الخطية. الدالة الخطية لها قاعدة، دالة س بتساوي أ س زائد باء، حيث أ لا يساوي الصفر، ما ينفعش أ يكون بصفر. ليه يا أستاذ ما ينفعش أ يكون بصفر؟ لازم تكون عارف يا هندسة إن احنا بنسمي الدالة باسم أكبر س فيها. يعني شوف المسألة دي أكبر س أهي، هي س الوحيدة اللي موجودة. لو انت حطيت ألف بصفر هيقوم شايل السين، بقت دالة ثابتة، فبالتالي مش هينفع. يبقى ايه هو شرط الأساسي اللي يخلي لي الدالة دي خطية؟ اوعى تحط ألف بصفر. تمام جدا يا أستاذ. قالك يا باشمهندس لما بتيجي ترسمها بتترسم بخط مائل كده، وممكن يكون الخط مائل للجهة التانية، ده تبع ألف. يعني وانت بترسم احيانا تلاقي الخط جاي كده واحيانا تلاقي الخط جاي كده. انا بتكلم عن ميلانه يا شباب، عن الميلان ده هو، مش بتكلم عن مكانه. ايوة يا استاذ، ده امتى؟ ده لما يكون ألف بالموجب، وده لما يكون ألف بالسالب. بالموجب اكبر من الصفر، بالسالب اقل من الصفر. تمام قوي يا استاذ. قال لك يا باشمهندس المسألة دي مجالها ح، مجالها الأعداد الحقيقية، مداها الأعداد الحقيقية. طب برسمها ازاي يا أستاذ؟ بتقوم جاي حضرتك بكل بساطة حاطط مكان السين مرة بصفر، الصاد تطلع بباء، وحاطط مكان الصاد مرة بصفر، السين تطلع بباء على ألف بالسالب. تروح تمثل النقطتين دول على الشبكة وتوصل الخط كده، انت رسمت يا باشمهندس. تمام؟
يبقى اللي انا محتاجه مجالها ايه؟ ح. مداها ايه؟ ح. طب الاضطراد ايه؟ الاضطراد يعني التزايد والتناقص يا شباب والثبوت. دي متزايدة ليه؟ عشان عاملة زاوية حادة مع محور السينات. بتعرف التزايد او التناقص ازاي؟ في طريقة، لإما تيجي في اول الرسمة من اليسار، لازم يكون من اليسار مش من اليمين، وتشوفها ماشية يمة السينات الموجب. لو طلع يمة السينات الموجب كده، لو مايلة على السينات الموجب، يبقى ده تزايد. تمام يا أستاذ، يبقى هنا تزايدية على مجالها او على ح، او من سالب ما لا نهاية الموجب ما لا نهاية. ايهما افضل يا أستاذ؟ نقول على مجالها ولا ح، ولا من سالب ما لا نهاية الموجب ما لا نهاية؟ في هنا نوتس صغيرة خد بالك منها، حطها في راسك. دايما 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 الاضطراد بيتمثل بفترة، والفترة لازم تكون مفتوحة حتى لو كانت النقط اللي موجودة مغلقة، لازم تكون مفتوحة. خد بالك من دي وحطها في راسك. تمام جدا يا أستاذ. الدالة اللي بعد كده يا باشمهندس، الدالة التربيعية كان لها قاعدة. الدالة التربيعية هي دالة س بتساوي أ س تربيع زائد باء س زائد ج، حيث إيه يا رجالة؟ حيث أ يا أستاذ لا يساوي الصفر. كويس جدا. وكنا يا أستاذ بنقدر نعمل لها قاعدة. إزاي بتعمل لها قاعدة يا لا؟ بناخد جذر الأول ونص معامل التاني بإشارته. جذر الأول ونص معامل التاني بإشارته. وكنا بنطلع له إحداث الرأس دي عبارة عن سالب ألف وباء. بنغير إشارة الرقم اللي جوه وبناخد اللي بره زي ما هو لو كانت بالهيئة دي. طب يا أستاذ لو كانت بالهيئة دي بنجيب إحداث الرأس إزاي؟ لو كانت واخدة الشكل ده، يبقى سالب ب على 2 ألف وروح عوض بيهم. تمام يا أستاذ. قال لك الراجل لو كان ألف بالموجب يبقى الرسمة مفتوحة لفوق، لو كان ألف بالسالب يبقى الرسمة مفتوحة لتحت. هل يوجد إيه بروبلم؟ مش تايه يا أستاذ. تاني، الدالة التربيعية لها شكلين لكتابتها. لإما أجي أقول لك دالة س بتساوي أ س تربيع زائد باء س زائد ج، ده شكل. لإما الشكل التاني أقول لك دالة س بتساوي س زائد أ أس 2 زائد باء. طيب ينفع أحول من دال ده أو من دال ده؟ أيوة. لو عاوز تحول من الشكل ده أقول ده في قوس تربيع، اللي هو الأول تربيع الأخير تربيع، الأول في التاني في 2. طب لو أنا عايز أجيب من دال ده، خد جذر الأول، ركز، جذر الاول ونص الرقم الثاني. دربني يا استاذ ادربك. لو انا معايا مثلا ايه؟ س تربيع زائد 6 س زائد 11، اعمل ايه هنا يا استاذ؟ سهله، هات جذر الاول س، خد نص الرقم الثاني باشارته موجب 3 اس 2، فك قوس تربيع ده كده. ده بقى كده يا أستاذ، ده دي كانت مكتوبة 11، وأنا لما فكيت القوس تربيع الأول تربيع الأخير تربيع الأول في التاني في 2 طلعت بـ9. فاضل لك كام للـ11 يا هندسة؟ فاضل لي يا أستاذ 2 بس. خلاص كده أنت حولتها يا حبيبي. طب يا أستاذ أنا عايز أرجعها من الشكل ده لده، فك القوس تربيع، س تربيع زائد 6 س زائد 9 زائد 2، مش دول بـ11؟ أيوه، بس رجعتها. موضوعها بسيط وسهل. تمام قوي يا أستاذ. بعد ما جبت إحداث الرأس، لو كان مديك الشكل ده أو ده، حط إحداث الرأس يا باشمهندس، وليكن إنه كان هنا كده مثلا. مثلا يا أستاذ قالك بقى بص، الألف ألف بالموجب ولا بالسالب؟ ألف الإشارة اللي بتبقى قدام هنا يا شباب، هنا كده الإشارة، هنا كده الإشارة موجبة مثلا يا أستاذ، يبقى الرسمة مفتوحة لفوق. طب إن كانت سالبة يا أستاذ، إن كانت سالبة أهي مفتوحة لتحت كده. تمام، يبقى أول حاجة بتعملها إيه؟ بتقوم رايح جايب إحداث الرأس وحطت إحداث الرأس أهو. حدد يا باشمهندس، ألف بالموجب ولا بالسالب؟ الرقم اللي قدام القوس أو الرقم اللي قدام س تربيع؟ لو بالموجب يا أستاذ مفتوحة لفوق، لو بالسالب مفتوحة لأسفل. في أي مشاكل؟ لا يا أستاذ. طب تمام قوي، ركز بقى.
علشان اجيب المجال يا ابو حميد بجيبه ازاي؟ مجالها ح، المجال بتاعها ح ما لم ينص على غير ذلك. يعني ايه يا استاذ؟ يعني ما جيش اقول لك عوض لي في الفتره دي وادي لك فتره، لو اديتك فتره يبقى المجال هو الفتره مش اي حاجه تانية. تمام جدا يا استاذ. المدى بجيبه ازاي بقى؟ المدى يا باشمهندس بتجيبه من عند الباء. بص، الباء اللي هو احداث الصادات بتيجي من عند الباء. لو هو نازل بتكتب من سالب ما لا نهاية مغلقة، خد بالك بتاخدها زي ما هي موجودة. طب بالنسبة يا أستاذ للإطراد، الإطراد هنا في نوعين اتنين منه، في تزايد اهو يا أستاذ وفي تناقص. بتعرف ازاي؟ باجي يا أبو حميد اهوت حضرتك، جبت الرسمة من أولها لقيته طالع يمة السينات الموجب، يبقى ده هنا تزايد او الميل عامل زاوية حادة. تعال اعمل ميل هنا كده هتلاقيه عامل زاوية منفرجة من المماس، يعني اعمل مماس للمنحنى. لقيته يا استاذ عامل زاوية منفرجة يبقى هنا تناقص، يبقى في تزايد عندي من سالب ما لا نهاية لسالب ألف بنجيبه من عالسينات. ركز، بنجيبه من عالسينات. والتناقص يا استاذ من اول السالب الف لحد الموجب ما لا نهايه، خلي بالك برضو بنجيبه من عالسينات. تايه يا استاذ؟ تاني يا حبيبي، تاني، واحده واحده معاك، لا تقلق لا تقلق يا عزيزي. انا حضرتك معايا رسم الداله التربيعيه ومحتاج اعرف الاضطراد، يعني التزايد والتناقص ولو في ثبوت. ماشي يا حبيبي. بتقوم جاي عامل مماسات للمنحنى اللي معاك. عملت مماسة اهو يا أستاذ، المماسة عامل زاوية حادة ولا منفرجة؟ حادة. منين لفين؟ من أول السالب ما لا نهاية، خلي بالك عشان بتجيبه من عالسينات، لحد السالب ألف، اعملهم فترات مفتوحة. وافتكر في الفترة الصغير بينكتب الأول والكبير التاني. تعال للدالة اللي بعد كده. الدالة يا أستاذ التكعيبية. الدالة التكعيبية دي رسمتها ازاي؟ رسمتها يا أستاذ لإما كده لإما بالعكس، تكون كده. طب كده امتى وكده امتى؟ ده بيتوقف على معامل السين تكعيب. قاعدة الدالة التكعيبية هي دالة سين بتساوي ألف سين تكعيب زائد باء من سين تربيع زائد جيم من سين زائد دال. بس كده؟ بس كده يا أستاذ. لو كان الألف بالموجب ألف أكبر من الصفر وهنا ألف أصغر من الصفر، ألف بالموجب يبقى ده يا باشمهندس تزايد. بتبص تلاقيها الرسم عاملة كده، بتبقى دايما أي دالة فردية يا شباب، يعني الأس بتاعها فردي، أس بتاعها واحد تلاتة خمسة، بتكون لإما تزايد بس لإما تناقص بس. فجيت قلت له يا أستاذ دي كده تزايدية، ولو كان الألف بالسالب يبقى كده تناقصية، وكان ليها شكل تاني. الشكل التاني يا أستاذ هي دالة سين بتساوي سين زائد ألف أس تلاتة زائد باء، وبتطلع إحداث المنتصف، منتصف الرسمة، بسالب ألف وباء، يعني بتغير إشارة الرقم اللي جوه الأس وبتاخد اللي بره زي ما هو. بتيجي تمثل كده سالب ألف وباء، وليكن إن يجي هنا، مش شرط يجي هنا في أي ربع أو في أي مكان، وممكن يكون نقطة الأصل، وترسم يا باشمهندس الدالة التكعيبية. احنا كل اللي بنعمله مش بنرسم تفصيلا، لانك لو انت عاوز ترسم تفصيلا عوض بارقام، طلع النص وخد رقمين بعده ورقمين قبله. مش فاهمك. لو طلعت مثلا النص هنا كان سالب واحد سينات، خد بعدها بقى صفر واحد واثنين، وخد قبلها سالب اثنين وسالب ثلاثة وسالب اربعة، وعوض في المسألة وارسم مسألتك عادي خالص. طيب مجالها ايه يا باشمهندس؟ المجال بتاعها ح. طب مداها ايه؟ المدى بتاعها ح. دايما دايما، لو ما ادكش فتره يبقى دايما. الفتره يعني يجي يقول لك ايه، انا عايز رسمتي من اول السالب 4 مثلا لحد الأربعة. لا، يبقى انت هتشوف هنا الفتره دي بكام في المدى، والمجال معاك اهو، والاضطراب هنا تزايديه. لو ما ادكش الفترة، لو ما ادكش الحدود، يبقى هي تزايدية. منين؟ من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية.
ماشي يا باشمهندس؟ تمام. بعد كده كان في دالة المقياس، قاعدتها بتكون ايه؟ دالة س بتساوي مطلق س زائد ألف ناقص باء أو زائد باء. بنغير إشارة الرقم اللي جوه وبناخد اللي بره زي ما هو. ركز يا هندسة، بنغير إشارة الرقم اللي جوه وبناخد اللي بره زي ما هو. وإن كان المقياس ده قدامه موجب يبقى الرسمة بتاعتك عاملة كده، وإن كان المقياس ده قدامه من بره ماليش دعوة باللي جواه سالب يبقى الرسمة بتاعتك عاملة كده. تمام يا باشمهندس؟ تمام. بتطلع الإحداثي بتاع الرأس ده عادي خالص اللي هو سالب ألف وباء أهو يا أستاذ، وبترسم قدامها موجب بتطلع لفوق، قدامها سالب بتنزل لتحت. ابدأ يا باشمهندس، يلا طلع لي المجال وطلع لي المدى. قلنا يا أستاذ المجال بيجي من محور السينات، مجالها ح دايما دايما. طب بتزيد فين وبتقل فين؟ اعمل مماس، ما هو ده مماس يا أستاذ، يبقى تزايد من أول سالب ألف لما لا نهاية وتناقص من أول يا أستاذ سالب ما لا نهاية لسالب ألف. حلو، حلو قوي. طب تعال هات لي المدى. المدى بتاعي يا أستاذ من على الصادات قصاد الرسمة، شوف الرسمة اهي اللي قصادها من أول هنا كده، كل ده قصادها كده. يبقى المدى بتاعي طلع من أول باء، باء لو مقفولة بناخدها مقفولة، مفتوحة بناخدها مفتوحة، للما لا نهاية يا أستاذ. هل يوجد مشاكل؟ إن شاء الله مفيش. بعد كده يا باشمهندسين كانت الدالة الكسرية. الدالة الكسرية دي قاعدتها دالة س بتساوي واحد على س ناقص أ زائد باء. بتطلع إحداثي التماثل اللي هو بيكون أ وباء. بنغير إشارة الرقم اللي جوه وبناخد اللي بره زي ما هو. بتروح يا باشمهندس تمثل النقطة أ وباء أهو، وليكن إنها جت هنا. تعمل عليها شبكة أنت اللي تشوفها بس. عملت شبكة يا أستاذ رفنطوعة كده أنا اللي أشوفها بس. ارسم يا باشمهندس الدالة بتاعتك. إن كان العدد اللي فوق ده موجب يبقى الرسمة بتاعتك كده، وإن كان سالب يبقى الرسمة بتاعتك يا باشمهندس كده في الربع دي. فأنا الرسمة بتاعتي دي موجبة فجت في الربع ده كده. اوعى تقطع المحاور اللي أنت عاملها، اقطع أي محاور تانية، المحاور اللي أنت عاملها لأ بتاعت النقطة ما تقطعهاش يا هندسة، امشي جنبها اه بس ما تقطعهاش، أي محاور تانية اقطعها. طيب ليه يا أستاذ اترسمت كده؟ قالك علشان ما ينفعش تعوض بألف، لأنك لو عوضت بألف هيلمسوا بعض هنا هيبقى المقام بصفر، فلو بقى المقام بصفر هيبقى المجال هنا غير معروف أو هتبقى هي غير معروفة. طب مجالها إيه؟ مجالها حافر السينات. طب مداها إيه؟ المدى حافر الصادات. طب الاضطراد إيه؟ بص للسين، السين هنا أسها فردي هتكون حاجة، لا إما تزايد لا إما تناقص يا أستاذ. أنت شايف يا هندسة؟ أنا شايف يا أستاذ لو عملت مماسة هتبقى تناقص. حلو، يبقى تناقص من سالب ما لا نهاية لحد ألف، وكمان من ألف لموجب ما لا نهاية. يا رب تكون واضحة. بعد كده يا باشمهندس كان في الدالة الأسية، وكنا بنقول إن دالة س بتساوي ألف أس س، وكان في نوعين اتنين منها. لو كان ألف ده رقم أكبر من الواحد، قالك لو رقم أكبر من واحد دي رسمتها وبتقطع محور الصادات عند صفر وواحد. طب إن كان يا باشمهندس ألف ده رقم ما بين الصفر والواحد يعني كسر، قالك لو رقم ما بين الصفر والواحد يبقى الرسمة بتاعتك المفروض يا باشمهندس إنها عاملة كده وقطعت هنا عند الصفر والواحد. حلو جدا يا أستاذ. بتكون يا باشمهندس زي ما أنت شايفها كده، مجالها ح. بتكون يا باشمهندس دي تزايد من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية. دي يا باشمهندس بتكون تناقص
من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية. حلو قوي يا أستاذ. بتيجي يا باشمهندس بقى تشوف المدى. المدى هنا من صفر لما لا نهاية، والمدى هنا من صفر لما لا نهاية. طب يا باشمهندس، الدالة اللي بعد كده اللوغاريتمية. قال لك الدالة اللوغاريتمية لها شكلين، بيبقى كده أو يا باشمهندس كده. طب دي امتى ودي امتى؟ قال لك دالة س بتساوي لوغاريتم ألف س، حيث ألف يا باشمهندس لو كان أكبر من الواحد أهو، دي رسمته لما يكون الألف أكبر من الواحد، ولو كان الألف ما بين صفر وواحد ما بينهم يبقى دي الرسمة بتاعته. تقدر تجيب المجال؟ أيوه يا أستاذ، المجال حاه الموجبة، المجال حاه الموجبة. طب تقدر يا باشمهندس تجيب لنا المدى؟ أيوه يا أستاذ، المدى من سالب ما لا نهاية الموجب ما لا نهاية. طب حلو قوي. تقدر يا باشمهندس تجيب لنا الاضطراد؟ دي يا أستاذ لو عملت مماس تزايد، ودي لو عملت مماس هتبقى تناقص. تمام يا هندسة؟ تمام يا أستاذ. يا رب يا باشمهندس الأمور تكون معاك كويسة. نخش بعد كده على إشارة الدالة. الدوال يا باشمهندس كل دالة لها إشارة، بس أنا عايزك إيه؟ ما تتعقدش من أسماء الدروس، حاول كده تصفي لي ذهنك. فهمتوا ثانية؟ فهمتوا ثانية مش أكتر. هو دالة س يعني إيه؟ يعني صاد يا أستاذ. لما أقول لك أنا عاوز إشارة الدالة، ما هي الدالة هي دالة س، أنا عاوز إشارة دالة س، هتقول لي يا أبو حميد يعني أنت عايز إشارة صاد. برافو عليك. الدالة الثابتة إحنا لسه عارفين من شوية إنها بتترسم بخط. الخط ده جه على الصادات الموجب أو الصادات السالب زي ما يجي. حلو يا أستاذ. تقدر تقول لي إشارة الدالة هنا إيه؟ إشارة الدالة يا أستاذ يعني إشارة صاد. طب ما صاد هنا بالموجب يبقى إشارة الدالة موجبة. قالك يا باشمهندس جبريا على طول لما أجي أقول لك دالة س بتساوي 5، ارسم خط أعداد وحط مثل إشارة القيمة، مثل إشارة العدد. يعني لو جيت قلت لك العدد ده سالب 5 يبقى الدالة دي سالبة. حلو حلو. تعال نرسم يا باشمهندس دالة خطية وليكن زي دي كده. تمام قوي يا أستاذ. يلا يا باشمهندس، تقدر تقول لي إشارة الدالة الخطية هنا إيه؟ قمت أنت هادي كده وباصص لنفسك في المراية وقلت الله عليك يا أبو حميد. بص حضرتك، الدالة دي علشان نقول إنها موجبة لازم تكون قصاد صاد الموجب، لأن الدالة هي الصادات، فهنا كده حضرتك موجب. يا أستاذ إزاي ده السينات سالب؟ ياد إحنا بنبص على إشارة الصاد يا هلا، ياد بص على الصاد يا هلا. تمام يا أستاذ. وهنا كده سالبة. طب ده اسمه ايه؟ امتى المنحنى بيقطع محور السينات؟ الناس اللي حضرت حصص الكورس ده يا استاذ، لما يقطع محور السينات بنسميها جذر المعادلة، ده اسمه جذر المعادلة. برافو عليك. يعني يا باشمهندس لو انا جيت قلت لك دالة س بتساوي س ناقص 5، بتقوم واخد س ناقص 5 مساويها بالصفر يعني س بخمسة، وتقوم جاي ممثل الجذر ده على يمينه مثل إشارة س، مثل إشارة س، وعلى يساره عكس إشارة س. على فكرة الجزئية اللي بتكلم فيها دي مهمة جدا 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 كتير كده، مهمة قوي. تمام؟ في التفاضل عندك مهمة قوي، في الديناميكا عندك مهمة جدا. ماشي يا باشمهندس؟ ماشي. بعد كده يا باشمهندس الدالة التربيعية. الدالة التربيعية لها ثلاث أوضاع لرسمتها. الوضع الأول إنك تبص تلاقي الرسمة ما قطعتش محور السين، ممكن تكون كده يا باشمهندس وممكن تكون كانت تحته كده، أي واحدة منهم. ففي الحالة دي لو أنا جيت قلت لك إيه باشمهندس، تعرف تحط لي إشارة الدالة؟ قلت أنت مستسقر بقى، قلت إشارة الدالة يعني إشارة محور الصادات، قلت لك أيوة الصادات هنا بالموجب يا أستاذ. حلو قوي. يبقى هي إيه يا هندسة؟ يبقى هي يا أستاذ موجبة. صح.
بتعرفها ازاي جبري؟ لما يكون معاك قاعدة المسألة اللي هي دالة س بتساوي أ س تربيع زائد باء س زائد ج، هات المميز. لو طلع بالسالب يعني أقل من الصفر يعني عدد سالب، خلاص يا أستاذ يبقى هي مش هتلمس المحور. ولو حبيت تكمل حلك جبري بتقوم جاي موزع الإشارات مثل إشارة س تربيع مثل إشارة ألف. يعني ألف لو كان بالسالب هنحط كل دي سالب، لو كان بالموجب هنحط كل دي موجب. طب يا أستاذ الشكل الثاني إنه يلمس محور السينات في نقطة، النقطة دي كان اسمها إيه يا رجالة؟ جذر المعادلة يا أستاذ، ده كده جذر المعادلة. قال لك في الحالة دي هنا كده موجب، ليه؟ عشان محور الصاد الموجب، وهنا كده موجب، وعند العدد اللي هنا مفيش إشارة. ليه؟ لأن هتكون الدالة هنا بصفر، أي نقطة على محور السينات صادتها بصفر، ولما تكون الصاد بصفر يبقى الإشارة هنا لا هي موجب ولا هي سالب. حلو قوي يا أستاذ. يبقى في الحالة دي يا باشمهندس لو أنت معاك المميز طلع بيساوي صفر، بتقوم رايح جاي بالجذر، بتجيب جذر المعادلة. فاكر جذر المعادلة بيجي ازاي؟ تمسك المسألة تحللها القيم اللي بتطلع معاك. هنا مثل إشارة س تربيع مثل إشارة س تربيع، وهنا مثل إشارة س تربيع. إلى الآن تمام؟ تمام. آخر نوع يا هندسة ممكن تلاقي الرسمة جاية كده، مش شرط يكونوا الفوق كده يا شباب، ممكن يكونوا مفتوحين لأسفل تتعامل معاهم برضو. دول يا باشمهندسين الجذور أ و ب، هما الجذور. هنا كده إشارة الصاد إيه؟ موجب. هنا سالب، هنا موجب يا أستاذ. ففي الحالة دي لو كنت جبت المميز وطلع معاك رقم أكبر من الصفر يعني بالموجب، بتقوم رايح عامل خط اعداد، ادي الجذور الف وباء مثل اشارة س تربيع مثل اشارة س تربيع مثل اشارة س تربيع، هنا عكس اشارة س تربيع. يا رب تكون واضحة معاك يا باشمهندس. يبقى انت بتجيب الجذور على يمينها مثل اشارة س تربيع، على يسارها مثل اشارة س تربيع، في النص عكس الاشارة. لو كان في جذرين يبقى هتلاقي مسافة في النص، لو كان جذر واحد مش هتلاقي مسافة في النص، لو ما كانش في جذور مش هتلاقي مسافة خالص. تمام يا هندسة؟ إلا الآن تمام؟ مستقاني اسم الموضوع؟ إن شاء الله. تعال يا باشمهندس بقى نفتكر خصائص اللوغاريتمات. اللوغاريتم يا أستاذ أنا إزاي بجيب مجاله؟ لو معايا لوغاريتم س وهنا س ناقص 5، قالك يا باشمهندس العدد اللي هنا، العدد اللي هنا ممكن يكون واحد أو بينتمي للفترة من صفر لما لا نهاية، أي حاجة من هنا. يعني المفروض العدد اللي هنا اللي مكتوبنا هو يكون أكبر من الصفر، ما ينفعش أو يساوي، ينفعش نحط هنا صفر. يبقى هنا السين أكبر من 5، وفي شرط كمان، لازم العدد اللي هنا يكون أكبر من الصفر وما يكونش بواحد، لازم يكون أكبر من الصفر وما يكونش بواحد. تاني اللوغاريتم، اللوغاريتم يا باشمهندس في شروط. إيه هي الشروط؟ قالك لازم 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 الصاد تكون أكبر من الصفر، والسين تكون أكبر من الصفر، والسين ما تكونش بواحد. يعني أنا لو حبيت أطلع مجال المسألة دي بقوم جايب من صفر لما لا نهاية بس شيل منها الواحد. روح ارسم على خط أعداد بقى عشان تجيب المجال المشترك ما بينهم. أدي الخمسة مفتوحة لما لا نهاية، وهنا من صفر مفتوح لما لا نهاية وافتح الواحد. فأنت لما تيجي تجيب المجال بتجيب المكان المشترك اللي تقطعهم فيه، هما قطعوا من أول الخمسة يا أستاذ لما لا نهاية، يبقى من 5 لما لا نهاية. يبقى أنا أول حاجة اتعلمتها في اللوغاريتم، اللوغاريتم إزاي تجيب مجاله. هنا مجاله س أكبر من الصفر وس لا تساوي الواحد.
لو معايا لوغاريتم 3 س ناقص 7 يبقى س ناقص 7 اكبر من الصفر، يعني س اكبر من 7 اللي هي من 7 ما لا نهايه. لو معايا يا باشمهندس لوغاريتم س تربيع ناقص 4 وهنا 3، قلت له المفروض ان س تربيع ناقص 4 اكبر من الصفر، والس تربيع ناقص 4 لا تساوي الواحد. طب انت ازاي بقى بتحل متباينه الدرجه الثانيه؟ قال لك بتتحل بقاعده الاشارات، بتاخد المساله تساويها بالصفر، تحلل س ناقص 2 في س زائد 2، ومنها الس ب 2 ومنها الس بسالب 2. ادي السالب 2 والاثنين يا استاذ، هنا مثل اشاره س تربيع عكسها مثلها. حلو حلو، الراجل عاوز الاكتر من الصفر، قلت له الاكتر من الصفر من 2 لما لا نهايه، وكمان من سالب ما لا نهايه لحد السالب 2. قال لك حلو قوي يا باشمهندس، برافو عليك كده، انت جبت لي ايه؟ جبت لي الشروط دي. لسه الشرط اللي تحت، س تربيع لا تساوي 5، يعني الس لا تساوي موجب او سالب جذر 5. طب موجب او سالب جذر 5 فين؟ هنا كده يا استاذ، لانك انت علمتني ان جذر 5 اكتر من الاثنين يبقى قيمته اكتر من الاثنين. حلو قوي، يبقى انا هاجي اقول له المجال بتاعي كل ده فرق المجموعه جذر 5 وسالب جذر 5. يا رب تكون واضحه يا باشمهندس. كده انت اتعلمت ازاي تجيب المجال. طب ايه هي خصائصه يا استاذ؟ خصائص اللوغاريتم ايه؟ قال لك سهل، اول خاصيه عندك لوغاريتم لو مكتوب واحد يبقى النتيجه بصفر على طول، لوغاريتم الف واحد القيمه بصفر، دي اول خاصيه. طيب تاني خاصيه ايه يا باشمهندس؟ تاني خاصيه يا استاذ لوغاريتم الف الف ده بيساوي واحد. ليه؟ عشان اللوغاريتم يا أستاذ ده يعتبر الدالة العكسية للدالة الأسية. تمام يا أستاذ. تالت حاجة، لوغاريتم ألف سين زائد لوغاريتم ألف صاد. قالك في الحالة دي يا باشمهندس لو لوغاريتم زائد لوغاريتم يبقى بتاخد لوغاريتم واحد وتقول له السين في الصاد، جمع اللوغاريتمات يعني ضرب. وخد بالك إن الكلام ده لا يساوي لوغاريتم أ س زائد ص، ده مش هو ده، ده لوغاريتم زائد لوغاريتم، باخد لوغاريتم واحد طالما هما نفس الأساس، واضرب يا أستاذ. طيب الحالة اللي بعد كده الطرح، قال لك إيه؟ لو أنت معاك لوغاريتم أ ناقص لوغاريتم أ ص، قال لك في الحالة دي بتاخد لوغاريتم وتقسم، هتكون س على ص. وخد بالك مش زيها لوغاريتم أ س ناقص ص، دي مش هي دي. الحالة اللي بعد كده يا باشمهندس الخامسة، لو معاك لوغاريتم أ أ أو ك أو ب أي حاجة أس ن، قالك تقدر يا باشمهندس تنزل الأس ده قدامها. تمام، هتبقى إيه؟ ن لوغاريتم أ ب. حلوة قوي. الخاصية اللي بعد كده الخاصية السادسة، بتقول لك لو معاك يا باشمهندس لوغاريتم أ ب ممكن تغير الأساسات. قلت له غيرها ازاي؟ قال حط لوغاريتم ب على لوغاريتم أ كده، لوغاريتم ب على لوغاريتم أ دي يا باشمهندس اسمها خاصية تغيير الأساسات. الخاصية السابعة يا باشمهندس اللي هي المعكوس الضربي، لو معاك واحد على لوغاريتم س وهنا أ، قالك ممكن تقلبه يبقى لوغاريتم أ وهنا س. انت مركز، ده طلع فوق وده نزل تحت، دي اسمها خاصية المعكوس الضربي. آخر حاجة يا هندسة، بيقولك لو معاك عدد ليه أس لوغاريتم نفس العدد، قالك القيمة بالألف اللي فوق. مش فاهمك يا أستاذ. بص اللوغاريتم أساسه اسمه إيه؟ هي، وكان اللوغاريتم أس المين؟ أس اله، قال لك يبقى القيمة بتاعتك بتساوي ألف، القيمة بتاعتك على طول بتساوي إيه؟ ألف. تيجي نشوف كده أمثلة. تعالى يا أستاذ قول، لو أنا جيت يا باشمهندس قلت لك لوغاريتم 2 16 دي بكام؟ قمت أنت قايل إن ال 16 دي 2 أس 4، هنزل الأربعة هيبقى له 2 2،
ولو 2-2 بكام؟ بواحد يا أستاذ. طب لو جيت يا باشمهندس قلت له لوغاريتم 2-5 زائد لوغاريتم 3-4، قال يا أستاذ ارفع ده الأول، قلت له رفعته، يبقى هنا لوغاريتم 3-5 + 2 زائد لوغاريتم 3-4، جامع لوغاريتمات يعني ضرب، يبقى هنا 25/4. بس كده يا أستاذ، بس كده. طيب ناخد خاصية كمان يا باشمهندس. الخاصية دي بتقول إيه؟ الخاصية دي بتيجي بناء عن التجريب. لو معاك هنا لوغاريتم 3 وهنا 4، قال لك يا باشمهندس هي هيها لوغاريتم 9-16، يعني لو ربعت ده وده هتساويها، هي هيها لوغاريتم 27، يعني لو كعبت ده وكعبت ده. تمام يا هندسة؟ تمام يا أستاذ. بس كده يا باشمهندس، دول كانوا أهم الحاجات اللي محتاجها منك في الجبر. في حاجات تانية سنوية كده، في حاجات تانية سنوية دي هنتكلم فيها بإذن الله وإحنا ماشيين في منهجنا. هيكون قبل أي حصة شوية تراكميات كده، بنقول لك إيه التراكميات اللي إحنا محتاجينها، يعني هفكرك بكل الكلام ده تاني. أتمنى أن أكون قدرت أفيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.